بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ما زلنا مع حلول تمارين الوحدة الثانية. في هذا الفيديو 29 راح نحل هذا التمرين. قال لك أحد أنماط انشطار اليورانيوم 235 هو ها هي معادلة الانشطار، أي U 235 اليورانيوم زائد النوترون يعطينا اليود 139 زائد الإيبريوم 94 زائد 3 نوترون. أولا المطلوب منك حساب الطاقة المحررة بالميجا إلكترون فولت في هذا التفاعل، وثانيا كيف يؤدي هذا التفاعل إلى تفاعل تسلسلي، ثالثا على أي شكل تظهر الطاقة المحررة، ورابعا المطلوب منك حساب كمية الطاقة الناتجة عن 1 كيلوغرام من اليورانيوم 235، وخامسا حساب كتلة البترول المنتجة لنفس كمية الطاقة، بمعرفة أن 1 كيلوغرام من البترول ينتج 42 ميجا جول من الطاقة. المعطيات أعطوا لك كتلة اليود 139 ها هي بالU، وكتلة اليورانيوم 235، وكتلة الإيبريوم 94. إذا نبدأ على بركة الله. كالعادة دائما جاوب، دير بوز، جاوب ومن بعد شوف الإجابة. إذا أولا وهو المطلوب منا حساب الطاقة المحررة. إذن الطاقة المحررة أي لدينا E تساوي دلتا M في C مربع اللي هو سرعة الضوء في الفراغ، وتساوي كتلة المتفاعلات ناقص كتلة النواتج هكذا مضروبة في ماذا؟ في سرعة مربع سرعة الضوء، حيث هنا نقدر نقول أن دلتا ام تساوي ماذا؟ تساوي لاماس إنيسيال أي الكتلة الابتدائية ناقص لاماس فينال الكتلة النهائية. إذن تولي لدينا E يساوي كتلة المتفاعلات، وهو كتلة اليورانيوم 235 زائد كتلة النوترون اللي هما المتفاعلات ناقص كتلة النواتج اللي هما أي عندنا كتلة اليود 139 ناقص، لأن هي في الحقيقة نديرو قوس ونديرو زائد زائد، يعني ناقص كامل كتلة النواتج، إحنا نحو القوس نديرو ناقص أي كتلة الإيبريوم 94 إيبريوم 94 وناقص 3 كتل تاع النوترون هكذا مضروبة مضروبة في مربع سرعة الضوء، أي حسابيا E يساوي كتلة اليورانيوم هي عطوها لنا هنا في كل سرعة هنا في المعطيات. إذن كتلة اليورانيوم اللي هي 234.99332 زائد كتلة النوترون اللي هي 1.00866 ناقص كتلة الإيبريوم اليود اللي هي 138.89700 وناقص كتلة الإيبريوم اللي هي 93.89014 وناقص 3 في كتلة النوترون أي 1.00866. قلنا أن 1 U يساوي 931.5 ميجا إلكترون فولت على سرعة على مربع سرعة الضوء، لأنه طلبوا منا حساب بالحساب الطاقة المحررة بالميجا، نحسبه بالميجا إلكترون فولت. إذن هنا
لاحظوا معي هنا راح هنا في الاخر في سي مربع، هنا في سي مربع، هنا كيفاش نديرو؟ هنا اوتوماتيك راح في الاخر هنا نضربه في 931.5 راح تكون بالميجا الكترون فولت على سي مربع في سي مربع. اذا سي مربع تروح مع سي مربع واش يبقى لنا؟ تخرج لنا النتيجة بماذا؟ بالميجا الكترون فولت هكا. اذا او تساوي دير بوز وحسب عندك في الحاسبة، دور العدد الى الوحدة، تصيب 176 ميجا الكترون فولت هكا. السؤال الثاني واش قال لك؟ كيف يؤدي هذا التفاعل الى تفاعل تسلسل؟ وهذا بالطبع يرجعك الى واش قلنا في الدرس. ثانيا واش قلنا في الدرس؟ ان التفاعل التسلسلي واش يدير؟ يؤدي او يؤدي تفاعل الانشطار الى تفاعل تسلسلي. كيف يحدث هذا؟ كنا شرحته كنت شرحته في الدرس، كنت قلت لكم انه عند قذف، عندما نقذف نواة اليورانيوم الثقيلة بواسطة نوترون، واش يصرانا يعني عندما نقذف نواة اليورانيوم الثقيلة بواسطة نوترون نتحصل على أنوية أخف، صح؟ نقذف نواة اليورانيوم، ها هي مثلا هنا، ها هي قذفنا نواة اليورانيوم الثقيلة بنوترون، تحصلنا على ماذا؟ أنوية أخف، هاي تحصلنا على نواة اليود ونواة الإيبريوم، صح؟ هذا التفاعل واش يدير؟ يحرر نوترونات، كاين نصيبو حرر نوترون واحد، اثنين، ثلاثة إلى آخره، كما هنا وحررنا ثلاث نوترونات. هذا نوترونات بإمكانها الاستمرار لإعطاء تفاعل متسلسل، كيفاش هذا؟ يعني هذا النوترونات كي تتحرر واش دير؟ هذا الثلاثة واش يديروا؟ كي يتحرر هذا الثلاثة كي يتحرر يزيدوا روحه ثلاثة نوترونات هكذا، ومن بعد هذا النوترونات تصدم أنوية أخرى تاع اليورانيوم، تصطدم في أنوية أخرى تاع اليورانيوم U235 ومن بعد وهكذا تتضاعف هذه الآلية. لهذا أعزائي الطلبة يسمى هذا التفاعل تفاعلا تسلسليا. السؤال الثالث قال لك على أي شكل تظهر الطاقة المحررة؟ ثالثا الطاقة المتحررة أعزائي الطلبة للنواتج النهائية بعملية الانشطار، نارنا في تفاعل انشطار، هي تشمل أيضا الطاقات المتحررة عن أشعة جاما وجسيمات بيتا إضافة إلى الطاقة التي تأخذها النيوترونات، لأن هذه النيوترونات اللي كنا شرحناها أي تفاعل تسلسلي في السؤال الثاني، هذه النيوترونات قلنا تكون عندها سرعة فائقة. يعني هنا واش راح تكون عندنا؟ طاقة متحررة عن أشعة جاما وجسيمات بيتا، وطاقة خاصة بتأخذها هذا النوترونات حتى تصطدم في أنوية ثقيلة أخرى من الأورانيوم. إذن هذه الطاقة المتحررة هي على شكل ماذا؟ الطاقة اللي تأخذها النيوترونات سرعة فائقة، سرعة، هي على شكل طاقة حركية. أما
الطاقة المتحررة عن أشعة جاما أو جسيمة بيتا، يعني أغلبية أشعة جاما، تكون نسميها طاقة كهرومغناطيسية وطاقة كهرومغناطيسية. أو بما يسمى طاقة إشعاعية، طاقة إشعاعية هكذا. يعني عندنا الطاقة هذه فيها زوج أنواع، نعاود هذه الطاقة باش تشفى مليح على السؤال هذا. الطاقة هذه المتحررة فيها نوعين، طاقة حركية، يعني هذه الطاقة الحركية هي الطاقة اللي تأخذها النيوترونات كي تتحرر تروح بسرعة فائقة باش تصدم ثاني في أنوية ثقيلة أخرى، وهكذا يكون تفاعل تسلسلي صح. وعندنا الطاقة تكون منبعثة أو متحررة عن أشعة جاما أو جسيمات بيتا. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، أحسب كمية الطاقة الناتجة عن 1 كيلوغرام من اليورانيوم 235. إذن رابعا، أولا في هذا 1 كيلوغرام لازم نعرف وش عاد كاين من نواة، أي حساب عدد الأنوية في 1 كيلوغرام. إذن نحسب عدد الأنوية في 1 كيلوغرام من اليورانيوم يعني 235. إذن آن يساوي آم على آم في آن أ عدد أفوغادرو، أي يساوي احنا واش عندنا 1 كيلوغرام لازم نحوله إلى الجرام، أي 1000 أو تكتب 1000 أو تكتب 10^3 كيف يعني هكذا على أم اللي هي يورانيوم 235 هكذا في عدد أفوغادرو اللي هو 6.02 في 10^23 اللي هو عدد أفوغادرو. حسب عندك شحال صوت حسيبة، دير بوز وحسب. إذا صبنا 2.56 في 10^24 نوايو، أطوم ولا نوايو، ذرة ولا نواة، كيف نوايو هاي نواة. الآن نأتي كي عرفنا شعاع كاين عدد الأنوية في 1 كيلوغرام من اليورانيوم، الآن نقدر نحسب الطاقة المحررة. الطاقة المحررة في 1 كيلوغرام، كنا حسبنا الطاقة المحررة في نواة واحدة، الآن عندنا هذا العدد من الأنوية. إذن E تساوي، كنا حسبناها شحال صبناها في نواة واحدة، هاي 176 ميجا إلكترون فولت. إذن 176 في 2.56 في 10^24 شحال عطاتني؟ أحسب عندك، عطاتني 4.5 في 10^26 ميجا إلكترون فولت. يعني هذه الطاقة المحررة في نواة واحدة، أما هذه فهي الطاقة المحررة في 1 كيلوغرام من اليورانيوم من 235. السؤال التي يأتي بعد السؤال الخامس والأخير، مطلوب منك حساب كتلة البترول المنتجة لنفس كمية الطاقة بمعرفة أن 1 كيلوغرام من البترول ينتج 42 ميجا جول من الطاقة. سؤال سهل، لاحظ كيف تتعامل مع هذه الأسئلة. لاحظ هنا راح نقارن شوف مليح، عندنا 1 كيلوغرام من اليورانيوم، لاحظ واش يعطيني طاقة، وهنا 1 كيلوغرام يعطيني 42 ميجا جول. إذن باش
لاحظ احسب كتلة اكثر. باش نحسب لازم هذه اللي شطها لهنا 4.5 في 10 قوة 26 ميجا الكترون فولت نحولها الى ماذا؟ نحولها الى الميجا جول، صح؟ وكامل كنا عرفنا انه واحد الكترون فولت يساوي 1.6 في 10 قوة ناقص 19 جول. اذا واحد ميجا الكترون فولت يساوي 1.6 في 10 قوة، هذه اضربها في 10 قوة 6 تولك في 10 قوة ناقص 13 نقص 6 منا ميجا جول. ها هي بكل سهولة، ها هي عفوا هكذا، ها هي ميجا الكترون جول. اذا لو جينا نحول هذه الاو، اذا واش تولي لك الاو تساوي 4.5 في 10 قوة 26 في 1.6 في 10 قوة ناقص 13، باش نحولها هنا إلى ماذا؟ عفوا هنا جول، جول واحد، أنا غلطت درت ميجا إلكترون جول وهي جول، جول. إذا هنا الأزرق شحال عطاتني؟ عطاتني 7، أي تساوي 7.2 في 10 قوة 13 جول. نحولها إلى الميجا جول، ما عليا إلا هذه نضربها في 10 قوة ناقص 6، إذا تساوي 7.2 في 10 قوة 7 ميجا جول هكذا، لأني ضربتها في 10 قوة ناقص 6 باش حولتها من الجول إلى الميجا جول. إذا هنا راني حولتها الميجا جول، بنجاوب السؤال الخامس، مازال ما دخلتش في السؤال، يعني هذه وجدت للسؤال الخامس. السؤال الخامس والأخير هي حساب، مطلوب منا حساب كتلة البترول المنتجة لنفس كمية الطاقة. صح. إذن احنا واش عندنا؟ قلنا 1 كيلوغرام يعطينا ماذا؟ يعطينا 42 ميجا جول. 1 كيلوغرام يعطينا 42 ميجا جول. اذا هنا هذه الطاقه، هذه الكميه، هذه 7.2 في 10 قوه 7 ميجا جول، شحال يعطيها لنا من كيلوغرام؟ اذا هنا ندير طريقه ثلاثيه، اي تصبح لدي ام تساوي 7.2 في 10 قوة 7 نقسمها على 42، نقسمها على 42 تروح، لأنه الواحد كيلوغرام يبقى لنا كيلوغرام، هذه مضروبة في 1 كيلوغرام وهي ميجا جول على ميجا جول، ميجا جول تروح مع الميجا جول يبقى لي الكيلوغرام، ومنه تعطيني ماذا؟ تعطينا 1.71 في 10 قوة 6 كيلوغرام. لاحظ هذا الطاقة، الطاقة الهائلة، 1 كيلوغرام من اليورانيوم، شوف شحال يمدلنا، ولازم منا يعني هذا الطاقة، هذه اللي راهي هنا، هذه 7.2 في 10 قوة 7 ميجا جول، لازم منها 1 كيلوغرام من اليورانيوم 235، وشوف شحال لازم لها من البترول، 1.71 في 10 قوة 6 كيلوغرام بترول. شوف شحال لازم لي البترول في مكان 1 كيلوغرام تاع يورانيوم.
أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.